السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم هيكون خبز البرجر خفيف ومقطن ولذيذ، حسن من ديال الزنقة. ندوزو ناخدو المقادير. ميتين وعشرين مليلتر ديال الحليب دافي، ملعقة كبيرة خميرة فورية او 9 غرام، جوج معالق ونص كبار ديال سنيده او 35 غرام، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال ياغورت طبيعي بدون سكر، بيضه كامله واصفر بيضه، 3 معالق كبار ديال الزبده بحراره الغرفه او 42 غرام، 3 كيسان ديال الدقيق او 390 غرام. اول مرحله كناخذ الحليب اللي دفيته من قبل، نزيد عليه سكر سنيدة، الخميرة، وكنخلطهم مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. هنا كنغطي الخلاط ديال الحليب والخميرة والسنيدة ببلاستيك غذائي باش المكونات يتفاعلوا. من بعد ما تفاعل الخليط ديالنا كنديروه في العجانه، كنزيدو عليه البيض، ياغورت طبيعي، الدقيق المغربل من قبل اكيد، الملح. وهنا غنخلي العجينه ديالي تعجن مزيان ونرجع لها من بعد. ونقدروا نعجنوا العجين باليد، ماشي مشكله، ما كانش العجينه تقدر تعجن باليد، غير هي كتكون عجينة اللي كتكون شوية جارية، كتكون كتلصق في اليدين، كيخصها الخاطر. من بعد ما تسلكات العجينة مزيان، غادي نزيدو لها الزبدة اللي بحرارة الغرفة ونخليوها تدخل فيها، وحتى الا كنا كنعجنو بيدينا نحاولو ندخلو الزبدة مع العجينة. وهنا العجينة ديالنا واجدة، هي كيفاش كتبان ليكم كتكون كتلصق باليدين. هنا ندهنو سطح العمل بشوية ديال الزيت، هي شوية نحاول نجمعها. هنا ندير شوية ديال الزيت في يديا ونحاول ندهنها، هي كتبان ليكم العجينة اللي رطبة ومطلوقة مزيان. نحطها في اناء اللي مدهون بشويه ديال الزيت، ونغطيها ببلاستيك غذائي او لا بشي منديل، ونحطها في شي بلاصه اللي تكون دافيه، ونخليها لمده تقريبا ساعه حتى لساعه ونص، الاهم انها يتضاعف الحجم ديالها. هو العجين ديالي من بعد ما تضاعف الحجم ديالو، انا غنحاول نخرج منه الهواء، ونحطه فوق سطح العمل، وغادي ندهن يدي شويه ديال الزيت، وغنبدا نكور كويرات صغيرين على حساب الحجم ديال لي برجر اللي بغيتو نتوما. انا دايرهم بوفي ديال عيد ميلاد، نحتاجهم صغيورين، نديرهم كويرات صغيورين، من بعد راه كيضاعف الحجم ديالهم.
من بعد ما شكلت الهجين ديالي كامل بالحجم ديال الكويرات اللي انا باغا، انا كنحاول نخدمها بهذه الطريقه هذه باش الشكل ديالها يجينا مقاد كامل، وجينا ديك الطبقه ديال الوجه ديالها يجينا مقاد ويجينا زوين. نديروا العجين في لاطا اللي مفرشه بورق الطهي او المدهونه، نحطوهم شويه مفارقين على بعضياتهم باش ما فاش يتنفخوا ما يتلاصقوش لينا، نحاول نضغط عليهم غير شويه من الفوق ماشي نقرصوهم، غير شويه نضغطو غير شويه من الفوق وصافي. نغطيوهم بمنديل ونخليوهم في مكان دافي حتى يخمروا. نحتاج بيضه كامله ومع شويه ديال الحليب، نضربوهم مزيان وندهنوا بهم البرجر ديالنا. نمرش الوجه ديالهم بالزنجلان. من بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي غندي ندخلهم الفران يكون مسخن من قبل. وهو خبز البرجر ديالنا واجد، كيجيو زوينين كيجيو خفاف ورطبين وهشاش ومقطمين من الداخل، وحتى في المذاق ديالهم تيجيو زوينين حسن ديال المحلات. بما ان الوصفه ديالنا اليوم هي خبز البرجر، فاكيد ان الوصفه الجايه غادي تكون البرجر ان شاء الله باذن الله. ها هو الخبز ديالنا كيبان لكم تيجيو مقطنين وطيبين، انا نحل معكم وحده باش تشوفوها كي كتجي من الداخل. وهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على المشاهده، نتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله. سلامه.